انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. تقلبت نافوخي ومش فاهمه الكلام اللي انت بتقوله ده كله، وخفت منك اكتر كمان. تبقى عبيطه لو تخافي من اللي يحبك. يحبني؟ شعرفني انك بتحبني. ما يمكن انت بتقول كل الكلام ده عشان تاكل نافوخي. انا هقول لك على كل حاجه من الاخر علشان تبقي معايا خطوه خطوه. قول. اوعى تفتكر يا نعيمه ان قلبي ما فيهوش مكان للحب، او اني ما بدورش على حد اترمي في حضنه علشان يعني ببان ان قوي يبقى ما ينفعش احب او ما اقدرش احب. بس انت قتلت بدري. عشانك وعلشان يستاهل. افهميني بقى كويس يا نعيمه، انا خرجت من البلد وانا عمري 12 سنه. ابويا كان بيشتغل في اكبر كازينو للقمار في ايطاليا. العيشه معاه كانت صعبه والعلاقه بينا كانت سيئه جدا. هربت منه، رحت اشتغلت في المينا. كنت عايز ابقى مختلف، كنت رافض كل اللي بيعمله. بس للاسف بقى لما بتتعاملي مع الناس وبالذات نوع معين من الناس بيحسسك ان الدنيا محتاجه اللي يكسرها، وساعتها تحس ان سندك الوحيد في الحياه هو المال والسلاح. انا نعيمه بشتغل مدير كبير مهم زي ما انتوا بتقولوا، وشغلتي لها اسس وقواعد ونظام، وانا ماشي عليها مظبوط علشان بحافظ على مكانتي، علشان لو وقعت محدش هيسمى عليا زي ما بيقولوا. بس انت خطفتني من بدري. خطفتك من بدري لان بدري ما يستاهلكيش. نعيمة كتير قوي على ان بدري يبقى جزء من حياتها. بقولك ايه، خليكي معايا، عيشي معايا وانسي، انسي بكرة واللي جاي، خلينا نعيش اللحظة اللي احنا فيها. اطلبي اللي انت عايزاه. لا، أؤمريني كمان يا نعيمة وانا هنفس. على فكرة انا كان ممكن اقول عليكي كدابة لما رحت لشهد عشان تتفقي عليا، بس انا كنت عارف ومتأكد انك هتيجي وتقوليلي. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان هنا حس بيكي، وهنا حس اني محتاج لك. يا نعيمة احنا الاتنين محتاجين لبعض، واكتر حاجة متأكد منها ان عصام بيحب نعيمة. الست هانم قالت لي اجيب لك القهوة. أخبار فتحي يا مفيدة؟ قطعه وقطعة أخباره. إيه زعلانة؟ أزعل ولا أفرح؟ فارقة يعني؟ بس أنت حلويتي أوي بعد ما اتطلقتي. طول عمري حلوة وزي القمر، بس اللي يشوف. ابنك عامل إيه؟ إيه سكتي ليه؟ هقول إيه؟ يا باشا أنا بالنسبة لعبد الحكيم الصغير خلاص مت. أنا عارفة العيلة دي هتعمل إيه وتقول له إيه. دول مش بعيد يعملوا جبر ويكتبوا عليه اسمي. يا ساتر، هو في ناس بالقسوة دي؟ أنا ما شفتش كده في حياتي. أكتر والله، أنت ما تعرفهمش. طب هاتيلي الدوسيه ده. اتفضل. لو حبيت أكلم لك حسن أكلمهولك. ما تشغلش بالك، كفاية إنك جبلتني في بيتك، أخدمك بعيني. روحي. ايه الاخبار يا روحي؟ انا ايه اخبار الشغل؟ على طول كده كلام في الشغل، مش قادره تصبري شويه ولا ايه؟ احنا بنخلص الشغل عشان نفضل بعض. كله تمام يا ريم. كله تمام وبس؟ انت عارفني انا بحب التفاصيل. يعني الناس اللي انت كلمتيهم بره ما قالولكيش التفاصيل اللي انت عايزاها؟ لا ما قالوش. اخص على كده. انت زعلان مني؟
وازعل من ايه؟ على فكره انا كلمتهم مش كنت بدور وراك خالص، انا بس كنت عايزه اطمن عليك. يا حبيبتي كنت ممكن تكلميني انا وانا اقول لك على كل التفاصيل اللي انت عايزاها. اتكلمت كتير قوي وانت ما ردتش عليا، اضطريت اكلمهم عشان بس اطمن، واعتقد ده حقي، حاجه ما تزعلش يعني. على العموم احنا في الامان. احنا مين بقى؟ انا وانت. حلو برضه. على العموم انا عايز اخدك ونروح نزور مروان. اه والله عندك حق، نوايا لازم نروح نطمن عليه، بس انا زعلانه قوي. زعلانه من ايه؟ عشان الرصاصه كان لازم تموته، امال انا دفعت الفلوس دي كلها ليه؟ ست ناديه؟ واه انت يا بنت بتعمل ايه هنا؟ كل ما اروح بيت القاكي في وشي، عامله زي فرجعلوز الله يحرجك. ناديه ريم، الحقيني يا ريم، انا خلاص ما عادليش حته تلمني، انا وقعت وانت تلجتيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على السلامه. ما قلتش يعني يا ريم ان عادل رجع؟ رجع امبارح. انت على طول في بالي. اه والله والدي الغالي الله يرحم. انت ايه اللي جابك يا ناديه؟ ايه اللي جابني؟ ده سؤال؟ انت ما تعرفش ان انا صاحبه بيت ولا ايه؟ انا كنت مرت محرم الله يرحم، والست المحترمه ما هتسيبش بيت جوزها حتى لو مات، ولا ايه يا ريم؟ بذمتك انت ليكي عين تيجي هنا بعد الكلام الفارغ اللي انت قلتيه؟ ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ اه عشان قلت يعني ان انت اللي قتلتي مهدي؟ طب ما هو عادل عارف ان انا كداب. اه كداب. انا بس يعني كنت شايله منك عشان اللي عملتيه معاي، بس يلا المسامح كريم. الصراحه ريم مستحيل مستحيل تعمل حاجه زي دي، غيرش بس انا اللي الشيطان وزني وقال لي يا بنتي يا ناديه زيحي ريم من اللعبه دي خالص وخليك انت الكل في الكل، ففكرت يعني اقول اي حاجه كده يمكن تجيب نتيجه. برضو انا مش فاهمه انت جايه هنا تحببي ايه؟ عايزه ايه؟ شوفي لولا لساني البني ادم كانت الدنيا بقت جنه. انت بنت جايه ليه؟ انت مش هتقعدي في البيت ده؟ وهو مش بخاطرك يا نن عين ناديه، انا هنا في بيت جوزي محرم يعني قاعده. ريم سيبي ناديه قاعده معانا، ده حقها. لا اجيب لها بيت تاني ممكن، لكن تقعد معايا في نفس البيت لا. بيت تاني ده تجيبيه ليك انت، لكن انا قاعده هنا في بيت جوزي محرم، ده ريحته فيه الله يرحمك يا محرم، كل ما بفتكره قلبي بيتقطع. اه والله الله يرحمك يا حبيبي. تعرف كان بيقعد في المكتب ده الله يرحمه ويحسن اليه، ألف رحمة ونور.